ملتقى التميز النسائي الأول بالدار البيضاء، أول ملتقى يتدارس وضع النساء بعد سن الأربعين من النواحي الحقوقية والنفسية والصحية، انعقد تحت مسمى لنسمو بعد الأربعين لتدارس حاجية المرأة وحقوقها للحفاظ على توازنها الروحي والمعنوي. هو ملتقى حطيناه في المخطط الاستراتيجي ديال الجمعية، وكان الهدف ديالو هو أن نتكلم على المرأة بعد سن الأربعين، وضع عليه واحد الشعار اللي هو مع النسمو ونرقى بعد الأربعين. حطينا الرسالة وحطينا الرؤية وحطينا مجموعة ديال الأهداف، وعلى إثر هذه الأهداف حاولنا أن نستدعيوا دكاترة مختصين في هذا المجال. المرأة اليوم هي العمود الفقري ديال البيت ديالها، وهي النموذج اللي خصها تعرف بزاف الاشياء باش تجعل بان وليداتها يكونوا في احسن تربيه وفي احسن انطلاقه في الحياه ديالهم اليوميه. الملتقى يطالب كذلك بتمكين المرأة من مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية، وإلغاء تسمية مرحلة ما بعد الأربعين بسن اليأس لما تحمله الكلمة من حمولة سلبية تؤثر على نفسية المرأة. وملتقى من أجل تمكين المرأة من مجموعة من الحقوق، لعل أبرزها إلغاء تسمية مرحلة ما بعد الأربعين بمرحلة اليأس نظرا لما تحمله من حمولة سلبية تؤثر على نفسية المرأة، وكذلك من أجل تمكينها من حقوق الجيل الثالث التي نادى بها دستور 2011. وبحسب كثير من الخبراء الأخصائيين في الطب النفسي، فإن مرحلة ما بعد الأربعين مرحلة حساسة عند المرأة لما يميزها من تغير بيولوجي يؤثر على نفسيتها، إلا أن آخرين يعتبرونها مرحلة جني الثمار والاستمتاع بالحياة وتحقيق جزء من الأحلام بعد 4 عقود من حياة ملؤها الكد والعمل. هي مطالب حقوقية وأخرى مادية ومعنوية تطالب بها النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين للحفاظ على صحتهن وجمالهن ومكانتهن الاعتبارية داخل المجتمع. كريم الخرقوري، قناة الغد، الدار البيضاء.